الله فيكم، انتقل لسؤال آخر. هذا الشخص أبو إياد يقول: شخص يصوم أيام البيض كل شهر ثم مرض أو سافر في شهر من شهور السنة، فهل يصوم هذه الأيام قضاء إذا زال عذره، أو يقال إن ثواب عمله حاصل لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ المشروع صيام 3 أيام من كل شهر، هذا هو المستحب، ولا تفوت أيام هذه الثلاثة، سواء صامها في أول الشهر أو في وسطه وهو ما يسمى بأيام البيض، أو في آخره، يصومها في آخر الشهر أداء لا قضاء. نعم.